السلام عليكم. أعقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد الكارثة التي حلت به إثر الانفجار المدمر الذي وقع في أغسطس الماضي عاصفة من الاتهامات بالهرولة للحفاظ على نفوذ باريس في البلد المنكوب، فضلا عن فرض إملاءات وشروط تذكر بالحقبة الاستعمارية. لم تقتصر الاتهامات الموجهة لماكرون الذي تحدث عن عقد سياسي جديد في لبنان وعدم تسليم أموال المساعدات للحكومة وتوجيهها مباشرة للشعب على اللبنانيين الذين اعتبروا هذا الحديث تدخلا في سيادتهم من قلب أرضهم، بل حتى الصحف الفرنسية استهجنت حديثه ووصفته بأنه مهووس بتقاسم الكعكة. لكن صحفا فرنسية أخرى أشارت إلى أن ماكرون أصر على أن الزيارة التي قام بها كان استجابة لحالة الطوارئ والنداء الإنساني لمد يد المساعدة لبناء حل سياسي في لبنان، وإن لم تتدخل فرنسا فستفعل قوى أخرى ذلك مثل إيران. إيران ورغم حالة الارتباط القوية التي تجمعها بلبنان وخاصة علاقتها بحزب الله، لم تبدي رغبتها في المشاركة في مؤتمر المانحين المخصص لدعم لبنان الذي عقد برئاسة فرنسا وبحضور خليجي وتركي لافت. لم تكتفي إيران بعدم المشاركة في مؤتمر المانحين الذي عقد عبر تقنية الفيديو في 9 أغسطس الماضي، بل هاجمت فرنسا بعد زيارة رئيسها إلى بيروت كأول رئيس دولة يزورها بعد الحادث الأليم، وذهبت إلى أبعد من ذلك حيث طالبت إيران ماكرون بالاعتذار بسبب سعيه لإيجاد تغيير سياسي وزعزعة استقرار لبنان بحسب تغريدة أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي. مشاهدينا الكرام، قبل البدء في مناقشة محاور حلقتنا من برنامج حديث العرب التي تحمل عنوان لبنان بين الوصاية الفرنسية والنفوذ الإيراني، ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. الذي يعيش أزمة تلو أخرى أصبح اليوم مثقلاً بالتدخلات الخارجية التي تفرض أجنداتها كما تشاء داخل الساحة اللبنانية، في ظل حكومة ضعيفة تأتمر هي الأخرى بإملاءات من طهران أو باريس وغيرهما، فقد باتت لبنان مستباحة للجميع. إيران التي تتمدد هنا وهناك، وكما أصبحت تفرض على العراق ما تريد ومتى تريد، فإنها تتدخل وبشكل كبير في لبنان من خلال وكلائها وميليشياتها مثل حزب الله الذي ساعدته في السيطرة على بيروت واقتصادها حتى أصبح يصادر ما بين 500 مليون دولار إلى مليار دولار سنوياً من الاقتصاد اللبناني، وفقاً لتقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. فرنسا تمارس نفوذها أيضاً في لبنان مع ما تعيشه من أزمة داخلية، وتعد نفسها وصية عليه، ويتصرف ماكرون مع هذا البلد وكأنه ولاية من ولايات فرنسا، فيضغط باتجاه حكومة وفق هوى باريس، ويحذر من أنه دون تشكيل حكومة ذات مصداقية لن يحصل لبنان على المساعدات المالية لانتشاله من الأزمة المالية المتفاقمة، ويتكلم مع اللبنانيين كرئيس لهم، ويعنف بيادق الشطرنج التي تدير الحكومة. وها هو رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يصرح بأن الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود بالكامل، وأن البلاد دخلت في نفق لا تعرف كيف ستخرج منه وحال يرثى لها، معربا عن أمله أن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تقديم المساعدة. وهكذا يعيش اللبنانيون بين صراع السياسيين وأحزابهم على المناصب في الحكومة القادمة وبين أزمة اقتصادية خانقة. هذا ويرى المراقبون أن طرح الحريري لتشكيلته الحكومية يأتي من أجل وضع الجميع أمام الأمر الواقع أو مواجهة عقوبات أوروبية. يأتي ذلك مع تصريحات الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوباتش الذي شدد على نزع سلاح الميليشيات، مؤكداً أن المجتمع الدولي لن يتولى زمام الأمور في لبنان، لكن على السياسيين القيام بواجبهم. إذا مشاهدينا الكرام، سنتناول في هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب اللبنان بين الوصاية الفرنسية والنفوذ الإيراني. نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين. مرحبا بكم أستاذ عبد الرحمن. وأيضا سينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي ربيع حداد. أستاذ ربيع مرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله.
أبدأ مع أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصة أن فرنسا كما تعرف تشهد تظاهرات ضد قانون الأمن الشامل، والذي حدد بموجبه عقوبة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 45 ألف يورو لمن يقوم بتصوير قوات الشرطة أو الدرك التي تقوم بمهمتها. لكن هنا، هل في هذه التظاهرات الفرنسية هل يستطيع الرئيس اللبناني ميشيل عون النزول إلى شوارع باريس التي تشهد تظاهرات كما ذكرنا ضد الأمن الشامل، وبالتالي هل يستطيع الالتقاء بالشعب الفرنسي ويقدم لهم الوعود بتنفيذ مطالبهم؟ يعني السياسة الدولية تحكمها القوة أكثر مما تحكمها المبادئ الأخلاقية أو الإنسانية إن صح التعبير. نعم. هذه هي النقطة الأولى. وبالتالي فرنسا ليس منذ الآن، طبعا منذ عقود طويلة، تصنف نفسها كوصية على لبنان، وماكرون مارس هذا الدور سواء في زيارته في أغسطس الماضي أو ربما الزيارة التي ألغيت ولكن ممكن أن تجري. نعم. هو يعني ماكرون بشخصيته بطبيعته لا يستطيع أن يخرج بطريقة الرئيس الشعبوي المحترف للشعبوية كأسلوب. طيب. وبالتالي هو كثير يحاول ما يقوم ببعض ما يسميه يعني الشو في الإعلام، وبالتالي الكثير منها يرتد عليه. الموضوع الثاني أن الزعماء اللبنانيين أنفسهم يعني هم من ورطوا لبنان وورطوا أنفسهم وورطوا النظام اللبناني بهذه المشكلة الكبيرة. يعني الطبقة السياسية اللبنانية هي للأسف لم تتصرف بالمسؤولية اللازمة ولا حتى بنصف أو ربع المسؤولية المطلوبة، وبالتالي هي من فتحت لبنان أمام كل هذه التدخلات الدولية الفجة إن صح التعبير، والتي لا تحترم حتى ربما كرامة هؤلاء الزعماء أنفسهم. وأكثر ما عبر عنها ماكرون سواء في زياراته الماضية أو يعني منذ خلال كل الفترة. نعم. الماضية، يعني منذ انطلاق المظاهرات وبعدها انفجار أغسطس، وما تلاه من تدخل دولي قوي تحديدا ما فعله ماكرون في ميشيل عون لا يمتلك الجرأة للنزول إلى شوارع الباريسية. هذا واقع. طيب. لا يستطيع أي أحد. أستاذ ربيع، نرحب بكم من جديد. إذا ما الذي سمح لماكرون أن ينزل إلى شوارع بيروت؟ هل يعود إلى ضعف القادة السياسيين في لبنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين في كل مكان. الحقيقة حتى نستطيع أن نفهم هذا التصرف وهذا التحرك من ماكرون، لابد من يعني إعطاء خلفية تاريخية للأمر. لبنان من ضمن مجموعة من المواليد الذين ولدوا سفاحا نتيجة لمعاهدة سايكس بيكو، وفرنسا طبعا نالت يعني الانتداب على لبنان وعلى سوريا، فلبنان يعتبر يعني الابن غير الشرعي لفرنسا. نعم. ولطالما تدخلت فرنسا وتلاعبت في المعادلات السياسية بل حتى الاجتماعية منها في الداخل اللبناني. وماكرون طبعا مؤخرا يسعى إلى يعني صقل دور له في المنطقة، ويسعى إلى يعني خلينا نقول زعزعة حتى أمن واستقرار المنطقة. نعم. لحسابات شخصية ولحسابات سياسية متعلقة بأدائه السياسي في الداخل الفرنسي. ونحن أصبحنا يعني أصبح من المعتاد هؤلاء الزعماء اللي هن يعتبروا زعماء الدول الكبرى حول العالم عندما يواجه صعوبات داخلية، وكلنا يرى طبعا الصعوبات التي يواجهها ماكرون، وهو الذي اتهم الإسلام بأنه مأزوم. يبدو الأزمات عليه يعني وعلى فرنسا تترى، وحتى على الصعيد الشخصي طبعا سمعتم بإعلان إصابته بالكورونا. نعم. فهو يسعى إلى الحقيقة لفت الأنظار وإلهاء الناس بمشاريع ومغامرات سياسية بل حتى وعسكرية خارج فرنسا، يعني منها كان التلاعب يعني الداخل اللبناني الذي يعيش أزمات متنوعة منذ سنوات الحقيقة. فهو نعم ينظر يعني هو بعين نفسه وصي على لبنان، ويعني يستمد هذه الوصاية من أحداث تاريخية عدة. طيب.
ومن الانتداب الذي يعني كان لفرنسا على لبنان عام 1920. طيب أستاذ ربيع سعود إليك، أستاذ عبد الرحمن، هل استقبال الشعب اللبناني لماكرون خاصة في العاصمة اللبنانية بيروت دليل واضح وجلي على عدم ثقة الشعب اللبناني بقادته السياسيين؟ نعم، هو الموضوع كان أكثر من واضحا، يعني هو هذا الاحتفاء الشعبي هو أظهر الشعب اللبناني وكأنه شعب يتيم لا أب له، لأنه عمليا الأكثرية اللبنانيين فقدت ثقتها بالطبقة السياسية منذ فترة طويلة. نعم. والأزمة المستمرة هي أن الطبقة السياسية حتى هذه اللحظة لا تزال تفكر خارج هواجس الشعب اللبناني، بمعنى أصبح هناك نوع من الانفصام. نعم. بين الشعب اللبناني وبين الطبقة السياسية الحاكمة، لا تزال الآن حتى الآن الحسابات هي حسابات طائفية ومحاصصة سياسية وحسابات ملفات أمنية تفتح بين طرف وآخر، من دون فعلا أن تجتمع هذه الطبقة السياسية وأن تخرج بخطة إنقاذية شاملة للوضع اللبناني. وبالتالي كما قلنا الشعب اللبناني يشعر نفسه اليوم أنه شعب يتيم، لا زعيم له، لا أب له، لا قائد له، وبالتالي هذا ما شاهدناه في هذا الاستقبال الكبير لماكرون. ربما لو أتى زعيم غير ماكرون لحظي بنفس الاستقبال، لأن الذين استقبلوا بهذه الطريقة برأيي كانوا يريدون أن يوجهوا رسالة للمجتمع اللبناني والمجتمع الدولي أو للقادة اللبناني والمجتمع الدولي. أستاذ عبد الرحمن، لكن يعني ماكرون لم يأتي من أجل سواد عيون اللبنانيين، يعني المؤامرة واضحة. هو الشعب اللبناني متعدد الانتماءات، هناك لنكن يعني واقعين، هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين ترى في فرنسا الراعية لهم منذ ما قبل الاستقلال إلى الآن، وبالتالي وأيضا هناك من يرون في النموذج الفرنسي، وإن كانوا يعني قلة لكن يرون في النموذج الفرنسي نموذج مثالي للسياسة. لكن برأيي أن الدافع الرئيسي هو 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 تقديم رسالة على أن هذا الشعب فقد ثقته برئيسه، كائنا من كان الرئيس المقبل من الخارج، هناك ميل ربما لإله الاهتمام لإيصال هذه الرسالة. طيب. هذا تفسيري. طيب. الأقرب يعني. أستاذ ربيع، نتوغل أكثر في شأن اللبناني، نأخذ تصريح وليد جنبلاط يقول بالحرف الواحد، وليد جنبلاط يقول إن ميشيل عون يصفي حساباته التاريخية مع الجميع، وإن البلد ذاهب نحو الهاوية، وأيضا يؤيد استدعاء رئيس الجمهورية للتحقيق بجريمة المرفأ. ما الذي يفهم من هذا التصريح أستاذ ربيع؟ يعني لابد أن ننظر إلى هذا التصريح من زاويتين، زاوية المصرح وزاوية المضمون. المصرح اللي هو يعني وليد جنبلاط، معروف عنه التقلب في المواقف، معروف عنه يعني نقل البندقية من الكتف الأيمن للكتف الأيسر عدة مرات عبر تاريخه. فالحقيقة كونه الآن يعني يصوب على رئيس الجمهورية، وهو طبعا مستحق للتصويب، لكن كون أن المصدر هو جنبلاط يعني لم يعد يحمل ثقل كبير عند عموم اللبنانيين. هو لا شك أنه زعيم درزي وزعيم لهذه الطائفة، وهذه الطائفة يعني تعتبر وتعتمد على تصريحاته وأقواله، لكن في يعني المعادلة السياسية اللبنانية هذا التصريح على قوته لم يعمل يعني ذاك الثقل الذي قد يتبادر إلى أذهان يعني الخارج. من ناحية أخرى أنا أتفق معه طبعا، يعني جسامة الحدث وهو يعني الانفجار اللي هو النووي الذي حصل في مرفأ بيروت، نعم يستحق استدعاء رئيس الجمهورية للتحقيق، ويستحق استدعاء رئيس مجلس النواب للتحقيق، ويستحق استدعاء رئيس الحكومة للتحقيق، لكن الذي رأيناه وهذا الذي أدى إلى ردة فعل الحقيقة قد يعني سيء فهمها من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. نحن كأهل السنة لا نرضى التصويب على هذا الموقع الذي هو يعني مخصص لأهل السنة في لبنان، لكن لا نقول هذا بمعنى أننا لا نريد محاسبة المسؤول أو المسؤولين، أما أن يعني يفرض هذا الموقع بالاتهام وبالاستدعاء فهذا ما لا نقبله، لأن هناك أدلة وهناك تصريحات وقرائن كثيرة جدا تشير رئيس الجمهورية. نعم. أستاذ هناك ربما يعني قطع في السكايب، نعود إلى الأستاذ عبد الرحمن. نتوغل أكثر في الشأن اللبناني، تكليف سعد الحريري بتشكيل الوزارة، الحريري يعلن يعني تقديم تشكيلة حكومية مؤلفة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص،
لكن هنا مصادر لبنانية استبعدت موافقة ميشيل عون على هذه التشكيلة التي طرحها الحريري. ما أسباب الرفض إذا كان الوزراء من الاختصاصيين؟ هو واقع الحال أن هذا الموضوع هو مرتبط بالتوازنات الدولية أكثر من المسألة الداخلية اللبنانية. فكرة أن يكون الوزراء وزراء اختصاص هي فكرة أمريكية بشكل رئيسي، وحاول ماكرون تصديرها في لبنان لم تلقى هذا الموافقة. لكن والحريري ربما هو قدوم الحريري كاسم هو كان نوع من مسعى فرنسي لإيجاد حال مشترك، بمعنى أن يكون لا تكون الحكومة مع رئيسها تكنوقراط، وإنما فقط الوزراء من أهل الاختصاص، والحريري يكون هو رئيس يعني سياسي من الطبقة السياسية. نعم. على اعتبار أن رئيس البرلمان ورئيس الدولة ثلاثتهما سياسيين، وعلى هذا المبدأ هذه فكرة الحريري. لكن الواقع أن تسمية الحريري أتت قبل نحو أسبوع أو أسبوعين من الانتخابات الأمريكية، ومع رسوب ترامب وقدوم بايدن فإيران وبالتالي أيضا حزب الله لن يبيعوا لفرنسا أو للحريري أي حكومة حقيقية قبل أن يأتي بايدن إلى السلطة، ونرى ماذا يريد بينهم. بمعنى أن فرنسا إيران وحزب الله لا يريدان أن يقدمان شيء لفرنسا، لأنهم يعرفان أن فرنسا لا تملك شيء لتقدمه. فرنسا هي تلعب دور الوسيط أكثر ما هي قادرة على أن تمنح ثمن مقابل ثمن، وبالتالي يستبعد. ممكن بايدن يرفض سعد الحريري؟ هذا وارد؟ نحن علينا أن نعرف ما هي سياسة بايدن تجاه إيران عندما يستلم الحكم، وهل سيكون متساهلا معها متشددا، هل سيعود إلى الاتفاق النووي مباشرة، أم سيكون لديه شروط، ما هو موقفه من الجماعات التابعة لإيران في المنطقة. وبالتالي لن يتم برأي الوصول إلى أي تشكيلة حكومية قبل أن يعرف حزب الله موقعه في عهد بايدن المقبل، وبالتالي ما يحدث هو تسيير للوقت وخلق أزمات آنية حتى انتظار قدوم بايدن ولمعرفة موقفه. طيب. من أستاذ ربيع، يعني نحن تحدثنا قبل أن يحصل هناك ربما قطع آني في السكايب، يعني تحدثنا أن الحريري يقدم تشكيلة مؤلفة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، لكن هنا إصرار من قبل حزب الله، وضيفي أستاذ عبد الرحمن ذكر حزب الله يصر على الاحتفاظ بوزارة المالية وأيضا يرفض وزارة الاختصاصيين، يعني ما الداعي إلى ذلك؟ يعني نحن الآن صرنا يعني عدة سنوات ونحن نقول أن لبنان واقع تحت الاحتلال الإيراني، وهذه ليست مبالغة وليست صيغة استعارة، هو فعلا تحت احتلال بكل ما في الكلمة من معاني. والحزب طبعا يسيطر على جميع مرافق الدولة، ويسيطر على القرار السيادي في لبنان، وسيسيطر على السياسة الخارجية، ويسيطر على تكليف رئيس الحكومة، ويسيطر على تشكيل الحكومة. فهو يملي الآن ما يراه في مصلحته، سيما وأن يعني كما ذكر ضيفك أن الآن هناك تغيير في السياسة الأمريكية متوقع. أما شكل هذا التغيير وعمق هذا التغيير وتوقيت هذا التغيير فهذه كلها عليها يعني علامات استفهام إلى هذه اللحظة. نعم هناك شيء من المراوغة في موضوع تشكيل الحكومة، وهناك شيء من المساومة التي تعودنا عليها عن تشكيل كل حكومة وكل طرف، بمعزل طبعا عن المصلحة القومية اللبنانية وعن يعني تطلعات وطموحات الشعب اللبناني الذي يرزح ويئن تحت حكم هذه الطبقة السياسية التي سلبت المواطن اللبناني كل شيء حتى كرامته، يعني حتى كرامة العيش الآن في لبنان لم تعد متوفرة. التغى شيء اسمه الطبقة المتوسطة، هناك طبقة غنية مستفيدة مجرمة في معظمها، وهناك طبقة مسحوقة مظلومة لا تكاد تجد ما يسد رمقها في هذا البلد المنكوب حقيقة، وتجد هؤلاء سياسيين وكأنه لا يعني لا هم لهم إلا تقاسم هذه الكعكة التي يعني لم يتبقى منها شيء، لم يتبقى منها إلا الفتات، لكن حتى هذا الفتات يعني يريدون أن يحرموا الشعب اللبناني منه، ويتقاتلون عليه ويتقاسمونه ويتحاصصونه، وكأنه لا يوجد أدنى معاناة في لبنان، ولا يوجد يعني شعب قام بالثورة ما كان أحد يتصور يعني أن تقوم، وما زالت هذه الطبقة طبعا تحت أنظار وأعين العالم كله بما فيه فرنسا وماكرون وبما فيه أمريكا. فهذه الطبقة لا يمكن أن تستمر،
طيلة هذه الفترة التي قاربت يعني حوالي 30 عام، إلا وهؤلاء يعني راضون عن خلينا نقول بعض أدائها. أستاذ عبد الرحمن، يعني بالحديث عن النفوذ الإيراني في لبنان، هل تعتقد أن استمرار النفوذ في لبنان مرتبط ببقاء نظام الملالي أم أنه سيزول بزوال الطبقة الحاكمة؟ يعني إيران دولة لها وزنها بطبيعة الحال، لكن لا نعرف يعني في حال زال النظام الإيراني الحالي أي نظام سيأتي، لكن على الأغلب لن يكون نظاما دينيا، وهذا يعني أن قدرة التأثير المذهبي ستختفي، لكن هذا لا يعني أن إيران لن في حال تغير طبعا نظامها لن يبقى لها نفوذ في لبنان، لأن هناك فراغ. لكن وجود حزب الله موجود في لبنان. حزب الله هو أداة إيران النفوذ الإيرانية الرئيسية، ليس فقط في لبنان وإنما في عموم بلاد الشام إن صح التعبير، يعني أصبح نقطة نفوذ قوية. لكن برأيي أن هذا السؤال يجاب عنه على شكل النظام الإيراني المقبل كيف سيكون فيه، طبعا في حال تغير النظام الحالي لا يمكن أن نجيب بدقة، لكن بطبيعة الحال إيران دولة وازنة في المنطقة، ما يعني أن سيكون لها نفوذ بشكل أو بآخر، لكن بالتأكيد لن يكون لها النفوذ بمعنى بهذا الشكل بهذا الأسلوب بهذا النمط، يعني أن حزب الله يستمد قوته من نظام إيران في حال تغير النظام. حزب الله يستمد قوته من نقطتين، النقطة الثانية الدعم شبه المطلق من قبل إيران وقدراته التنظيمية، الموضوع الثاني يستغل قوته من المنظومة اللبنانية نفسها، بمعنى أن المنظومة السياسية اللبنانية الطائفية التي لا تستطيع أن يعني وضعت جدران بين الطوائف، وبالتالي هي تمكن أي شخص يقول أنا أمثل طائفة أن يحتكر هذه الطائفة وأن يختصرها بشخصه أو بحزبه، وبالتالي النظام اللبناني نفسه هو يهيئ إمكانية النفوذ الخارجي للدول الأخرى ويمهد لها هذا النفوذ. نعم. وبالتالي نعم حزب الله يستمد نفوذه من إيران بدرجة كبيرة، لكن المنظومة السياسية اللبنانية أيضا هي العامل الرئيسي الذي يسمح لإيران ولغير إيران بأن يكون لها هذا النفوذ الذي يتخطى حد النفوذ المقبول بين الدول. طيب أستاذ ربيع، الممثل الأممي في لبنان يشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله، هل باستطاعة المجتمع الدولي تحقيق ذلك؟ بمعنى آخر، هل يمكن التعويل على المجتمع الدولي في نزع سلاح حزب الله؟ يعني حزب الله يلعب دور كبير جدا في لبنان وفي مناطق أخرى غير لبنان، ويشكل أداة رئيسة في تشكيل السياسة الخارجية الإيرانية في لبنان وفي سوريا وحتى في العراق وفي اليمن، لأن معظم يعني كوادر يعني الكوادر العسكرية المحسوبة على إيران وعلى حزب إيران في لبنان يعني أخذوا تدريباتهم عند حزب إيران. فأنا أقول يعني إذا وجدت الإرادة الدولية لنزع سلاح حزب إيران ممكن أن نرى يعني بعض النتائج على الأرض، لكن لا أظن أنه المسألة يعني بهذه السهولة أو ستكون سريعة. حزب إيران أو يعني نحن نسميه في لبنان حزب إيران أو أنا أسميه حزب إيران، يعني لابد من قطع الخرطوم الأكسجين الذي يتنفس به والدعم المادي الذي يأتيه بشكل يعني متواصل من نظام الملالي في إيران. فإن نجحت الإيرادات الدولية في قطع هذا الشريان، فعندها ممكن يعني نرى أن الحزب سيجلس إلى طاولة المفاوضات وسيقبل بالتنازل عن بعض الأمور، لكن موضوع نزع السلاح بشكل تام وأنا طبعا أؤيد هذا، لكن عمليا ومنطقيا لا أراه قريبا أبدا. طيب أستاذ عبد الرحمن، العودة إلى زيارة ماكرون إلى لبنان، تصريحات ماكرون عندما التقى بالقادة السياسيين يعني أظهرت فرنسا وكأنها تعطي الأوامر وهي بعيدة كل البعد عن مد يد العون والمساعدة إلى لبنان، هذا التوصيف دقيق نوعا ما؟ ماكرون ما فعله هو أنه استغل الفرصة ليس فقط لإظهار نفسه أنه كقائد عالمي وصاحب قدرة على التأثير والتنفيذ، وإنما استغل الفرصة
على اعتبار أنها ربما هي فرصة مناسبة لتمرير أجندته يعني الأجندة الفرنسية في لبنان بأسرع فرصة مقبلة. طبعا هذه الأجندة ليس ما قيل علنا، هناك مسائل اقتصادية وهناك عقود طلبت منها حق تشغيل المرفأ بعد ترميمه. نعم. يعني هناك كان هناك سلة من الشروط، منها ما أعلن ومنها ما لم يعلن، حاول ماكرون استغلالها بهذا الموضوع. وماكرون كان يدرك أن الشعب اللبناني في حالة غضب كبير على 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 قادته، وبالتالي هو استغل هذا الموضوع وحاول الظهور بمظهر المخلص والوصي على هذا الشعب اللبناني، طالما أنه ليس أن قادته ليسوا أوصياء جيدين عليه إن صح التعبير. وبالتالي هي محاولة مكشوفة للاستفادة من الوضع الذي وقع فيه لبنان لتمرير أجندة فرنسية لا تغضب الأمريكيين ولا تغضب الإيرانيين في لبنان من أجل الحصول على مكسب اقتصادي. طبعا لم يعلن عنه ماكرون، لكن الكثيرين يعرفونه وهو بجزء رئيسه مجموعة عقود طالب فرنسا، يعني الشركات الفرنسية ربما ستنالها قريبا، منها تشغيل المرفأ بعد ترميمه. طيب. يعني أستاذ ربيع، يعني هنا لماذا تجنبت باريس الحديث عن أكبر مشاكل لبنان المتمثلة بميليشيا حزب الله؟ مما تخشى باريس؟ والله مرة أخرى لابد أن ننظر إلى السياق التاريخي للأحداث، ونحن نعلم أن هناك علاقة يعني خاصة جدا بين طهران وباريس، وقد بدأت يعني من قبل حتى الثورة الإيرانية. ويكفي أن نذكر بأن الخميني عندما عاد فاتحا إلى طهران عاد من فرنسا، فنعم هناك علاقة يبدو أنها مميزة. ويعني رأينا تحركات ماكرون في لبنان، التقى بشكل سري يعني مع رموز في حزب إيران، وكان طبعا يحسب لهم حساب. وصحيح هو تكلم بلغة فوقية وقرع الجميع، لكن كان واضح من الأمور الميدانية، من اللقاءات الميدانية التي عقدها، أنه يحسب حساب لهذا الحزب ولنفوذه، وما أراد أن يقطع بأمر قبل يعني الجلوس والتباحث معه. فهناك علاقة الحقيقة لا نستطيع أن نقول يعني يوجد لدول أوروبية أخرى مثل العلاقة هذه مع طهران، وأراد ماكرون أن يستفيد طبعا من هذا. لكن الآن مع يعني نتيجة انتخابات أمريكا، ويعني الكل الآن يشرئب إلى ما سيفعله بايدن وما هي السياسات التي سيتخذها تجاه المنطقة. لكن هنا لو سمحت لي أنا أريد أن أنبه على مسألة. بايدن هو يعلن عن نفسه أنه صهيوني، وتاريخ السياسي في أمريكا منذ يعني 40 سنة وحتى يومنا هذا يبين لنا أن السياسات اللي يدعمها بايدن في السابق كلها كانت تنبثق عما فيه مصلحة للكيان الصهيوني، وأنا يعني أنا أظن أنه لن يحيد عن هذا في الفترة المقبلة. لكن أمامه تحديات كبيرة جدا، ملفات داخلية لابد أن يعني يتحرك فيها بشكل إيجابي قبل أن يولي السياسة الخارجية الاهتمام الذي تستحقه. أستاذ عبد الرحمن، يعني أريد فهم حالة ضعف إيران، هل جاء نتيجة هيمنة حزب الله على البناء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ هل هو السبب وحده في هذا الضعف الذي تعاني منه لبنان؟ لا، بطبيعة الحال لأنه نحن نريد أن نكون واقعيين بهذا الموضوع. الأزمة اللبنانية هي أزمة نظام قبل أن تكون هي أزمة بوجود حزب الله أو غيره. معنا لنفترض أن الآن انتهى حزب الله من الوجود في لبنان، هل انتهت الأزمة اللبنانية؟ بالتأكيد لا. حزب الله يعني دخل في الحياة السياسية اللبنانية بشكل مباشر بعد عام 2005، لكن الأزمة هي ما قبل عام 2005. نعم. هناك أزمة نظام سياسي قائم على المحاصصة لا يستطيع أن يمكن الشعب اللبناني من إنتاج طبقة سياسية جديدة، لأن النظام المحاصصة الطائفية رسخ بعض الزعامات العائلية وغير العائلية على اعتبار أنها هي الوصية على هذه الطوائف، وبالتالي أصبح النظام السياسي يغطي هذه الشخصيات، وهذه الشخصيات هي تغطي الفساد وتعتاش عليه، وهذا الفساد هو ما يمكنها من
من مد يعني شبكتها في تحكم في المجتمع وبالتالي وايضا التحكم بالدوله والتحكم بالقضاء والتحكم بكل شيء في لبنان. وبالتالي هي ازمه نظام عميقه جدا في لبنان. النظام اللبناني يعني لبنان منذ ان انشئ على يد الفرنسيين حتى هذه اللحظه لم يستطع ان يخرج من ازمته، وهي ربما ازمه وجوديه تحتاج فعلا الى حل جذري وجريء للاسف لا يراد له. يعني السنة الأخيرة التي مررنا بها أعاد تعريف اللبنانيين إلى بعضهم. نحن كلبنانيين رغم أن هذا بلد صغير جدا وعدد شعبه قليل كنا لا نعرف بعضنا، يعني ابن طرابلس لا يعرف ابن جوني، ابن جوني لا يعرف ابن الضاحية. ننظر إلى 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 بعضنا نظرة الغريب للغريب، وبالتالي وهذا التشظي في المجتمع هو كان مطلوب لهذه الطبقة السياسية ولا تزال تعززه بطريقة أو بأخرى كل فترة عبر الأزمات السياسية المفتعلة. وبالتالي أزمة نظام حزب الله هو جزء أساسي من الأزمة، هو جزء كبير من الأزمة لكن ليس كلها. بالعكس كما قلت منذ قليل النظام نفسه هو من يسمح لحزب الله أن يقوم بهذه القوة. لو كان هذا النظام غير طائفيا ربما لكان يعني قوة حزب الله أقل من ذلك بكثير. طيب أستاذ ربيع، قبل عام خرج مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني قال بالحرف الواحد، دعني أقتبس هنا، قال في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران سنسوي تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان، يعني أضع عدة خطوط على انطلاقا من لبنان. آسف في هذا اللفظ ولكن ربما الحدث يفرض نفسه، هل لبنان حديقة خلفية لإيران؟ يعني الجواب السريع لهذا السؤال هو نعم، والدلائل على هذا كثيرة جدا وأكثر من أن تحصى. نحن نقول أن لبنان تحت الاحتلال الإيراني، فالنظام الملالي في طهران هو الآمر الناهي في لبنان، ولا يملك لا حسن نصر الله ولا غير حسن نصر الله في لبنان إذا صدر الأمر من طهران أن يعني أن يعصي أو أن يرد هذا الأمر. وهذا التصريح طبعا في حينها يعني أثار عاصفة من الانتقادات واللبنانية وغير اللبنانية يعني، لكن سبحان الله هذا التصريح فضح النظرة التي وطبعا الذي صرح به يعتبر رجل عسكري وليس رجل سياسي، ففضح النظرة التي تنظر بها إيران إلى لبنان وأن لبنان فعلا هو مجرد حديقة خلفية تفعل ما تشاء فيه دون أدنى اعتبار للمصلحة القومية اللبنانية أو لأمن وسلامة الشعب اللبناني. وطبعا حزب إيران عبر أكثر من يعني خلينا نقول أزمة أثبت وبرهن أنه إنما يعني يعمل للمصلحة الإيرانية ويعتبرها أنها مقدمة على مصلحة لبنان ومصلحة الشعب اللبناني ومصلحة المواطن اللبناني، وأنه يعني ولا ولاء القادة السياسيين ليس للبنان أم لصالح دول أخرى، هل تريد قول ذلك مثلا؟ عفوا ما سمعت بداية السؤال. يعني أنت تقول بأنه الجميع لا يعمل للمصلحة اللبنانية، هنا تعتقد أن ولاء القادة السياسيين ليس للبنان؟ هذا واضح. ويعني تفضل ضيفك في بداية الحلقة وذكر أن الارتباطات الخارجية للشرائح السياسية وحتى الطائفية في لبنان قديمة، ولبنان خاض العديد من الأزمات الداخلية والحروب الأهلية في سبيل يعني الدفاع عن مصالح دول أخرى أو في سبيل الدفاع عن خطوط التماس الطائفية اللي على أساسها يتم تشكيل كل شيء في لبنان. فلذلك أخي لا حل أمام لبنان إلا بيعني زوال هذا النظام القائم منذ ما يسمى بالاستقلال والاستعادة عنه بنظام يمثل فعلا إرادة الشعب اللبناني ويزيل الحواجز الطائفية. ونحن رأينا يعني ثورة 17 تشرين أثبتت أن هذه الحواجز على يعني ضخامتها وعلى قدمها إلا أنها تزول وتزول بسرعة كبيرة جدا عندما تصبح المعاناة واحدة وتصبح الأهداف واحدة ويصبح الظلم يعم الجميع. رأينا زوال هذه الحواجز ورأينا اختلاط الدم المسيحي بالدم المسلم
أمام بطش هذه السلطة وهذه الطغمة الحاكمة. سأعود إليك لاحقا أستاذ ربيع. أستاذ عبد الرحمن، تعتقد أن دعم إيران لحزب الله هو فقط من ناحية مذهبية على اعتبار أنهم ينتمون إلى نفس المذهب دون الحديث عن مصالح جغرافية واقتصادية؟ طبيعة الحال يعني وواقع الحال يقول غير ذلك. يعني مثل أذربيجان الذي يعني أصبح موضوعا سخنا في الأسابيع الأخيرة هو أوضح مثل. يعني أذربيجان هي دولة بأغلبية شيعية ولم تحظى دعما من إيران منذ 3 عقود إلى الآن في حربها مع أرمينيا، وبالتالي المسألة يعني المسائل الطائفية هي عادة ما تكون هي واجهة أمام حقائق أن الصراع هو صراع جيوسياسي أو صراع مصالح وصراع دفاع عن النفس إن صح التعبير. الرؤية الإيرانية بتقديره هي أنهم لكي لا يقاتلوا على أرضهم يريدون أن يقاتلوا خارج أرضهم، وبالتالي هم قاتلوا في العراق وقاتلوا في لبنان وقاتلوا بعدها في سوريا. بمعنى يعني إيران تريد أن تكون المعركة دائما خارج أرضها، وللأسف يعني جاءت هذه المعركة يعني خارج الجغرافيا الإيرانية في الجغرافيا المشرق العربي وفي أفغانستان أيضا بشكل أو بآخر. وبالتالي اللعبة في الأساس هي لعبة الحفظ النظام الإيراني، وبالتالي استخدام أدوات تفيد هذا النظام في قتاله لمنع الولايات المتحدة من فرض شروط ربما هو لا يريد أن يقبل بها في أي اتفاق نهائي سيصل إليه الطرفان. وبالتالي نحن اليوم بلادنا هي أصبحت أرض لصراع بين القوى العالمية، ونحن مجرد ساحة، نحن مجرد ضحايا لهذا الصراع ربما لن نجني منه فوائده، هو نحن من ندفع الفاتورة الأكبر فيه. طيب أستاذ ربيع، كما تفضل الأستاذ عبد الرحمن يقول إن إيران تريد أن تكون المعركة دائما خارج أرضها، وهذا ما حدث طبعا في عام 2000 يعني في عام 2006 عندما يعني حدثت الحرب ما بين حزب الله وبين الكيان الصهيوني. لكن السؤال مرتبط دائما بإيران، هل أن حزب الله موقع متقدم للحرس الثوري الإيراني، ومسألة تجهيز الحزب سلاحا ومالا عائد للقرار الإيراني وليس إلى لبنان كحكومة؟ يقينا أنا ما عندي أدنى شك بأن الحزب إيران في لبنان هو صنيعة إيرانية 100%، وتدريب كوادره الأولى كانت عند الحرس الثوري، وما زال إلى الآن يعني الكوادر المتميزة على الصعيد العسكري وعلى الصعيد الاستخباراتي ترسل إلى إيران للتدريب. هذا ليس يعني شيء جديد، وأثبت الحزب في لبنان كفاءة عالية، وأصبح يعني الكوادر الآن تأتي من العراق ومن اليمن يعني التدريب في لبنان. وما رأيناه في سوريا من جرائم لهذا الحزب ولزيارات قاسم سليماني المقبور المتعددة تؤكد طبعا أن فعلا الحرس الثوري يستخدم هذه الأدوات لمصالحه. طيب أستاذ عبد الرحمن، تعتقد أن موضوع دوامة العنف والقمع التي أنشأها حزب الله كمنظمة مسلحة هي التي ساهمت إلى حد كبير في موضوع تفتيت لبنان طائفيا؟ هل هو المسؤول وحده، أم أن الحرب الأهلية التي حدثت منذ عام 1975 إلى عام 1990 هي التي يعني ركزت على التقسيم الطائفي والمحاصصي؟ أنا برأيي ما حصل بعد عام 2005 هو أخطر مما حصل في بين الحرب الأهلية. يعني الحرب الأهلية هو كان جزء منها أيديولوجي وليست كلها طائفية إن صح التعبير، لكن ما حصل بعد 2005 وعندما قررت الولايات المتحدة ترك المنطقة لإيران لتفعل بها ما تشاء، وبالتالي دخل لبنان كما دخل العراق أيضا في حالة من التفتت الطائفي وتعزيز هذا التفتت. يعني في لبنان كان الصراع في الحرب الأهلية هو إسلامي مسيحي إن صح التعبير، وهو لنقول هو أيضا أيديولوجي يساري يميني أيضا. لكن في هذه الحرب الأهلية دخلنا في صراع سني شيعي درزي حتى ضمن الطائفة المسيحية، وجدنا خلافات ضمن المذاهب المسيحية نفسها، وبالتالي الصراع الأخير والذي أتى نتيجة أن الولايات المتحدة ارتكبت الخطأ الكبير تجاه المنطقة هي عندما احتلت العراق وبعدها تركت العراق وتركت المنطقة لإيران لتمدد بها، أن إيران هي اعتمدت على خطابات طائفية لتمدد نفوذها، وهذا ما أدى إلى تفسخ المجتمعات في هذه المنطقة على أسس طائفية أفقدها هوية وطنية جامعة يمكن عليها بناء أي مشروع سياسي إنقاذي. وبالتالي نحن فعلا الآن في مرحلة خطيرة جدا،
كل من الولايات المتحدة وإيران وحتى الأنظمة السياسية القائمة ثلاثتهم يتحملون المسؤولية الكبرى فيما وصلت إليه شعوب المنطقة وبشكل رئيسي لبنان من حال تفكيك الهوية الوطنية وإنهائها حتى أصبحت شبه مغيبة عن الواقع السياسي مطلقا. يعني قبل كان هناك نوع من الهوية الوطنية وهناك غلبة للهوية الطائفية، اليوم في لبنان مع الأسف الهوية السياسية أصبحت هوية طائفية لا مكان حقيقي للهوية الوطنية الجامعة. وإن كان المظاهرات التي انطلقت منذ سنة وشهرين أظهرت أن الشعب اللبناني يعيد اكتشاف هويته الوطنية، وربما هذا ما يبنى عليه، لكن ليس الآن، ربما بعد سنوات من نعم. أستاذ ربيع، أعود إلى ماكرون. ماكرون التقى مع محمد رعد وهو زعيم المجموعة البرلمانية لحزب الله، ما الذي نفهمه من هذا اللقاء؟ هل حزب الله يعني سيخرج مستقبلا من تحت عباءة إيران؟ لا أبدا، بالعكس، هذا اللقاء يؤكد يعني سيطرة وهيمنة حزب إيران في لبنان، ويؤكد كذلك أن نظرة ماكرون لهذه السيطرة هي نظرة جدية، وينم كذلك على أنه لا حل في لبنان بدون موافقة أو دعم أو على الأقل تحييد حزب إيران. فهذا اللقاء كان يعني لافت وكان متميز، لكن يعني هناك أحداث عالمية أخرى قد تكون أخرت مخرجات هذا اللقاء أو غيرت في مخرجاته، وأهمها طبعا نتيجة الانتخابات الأمريكية. فلا ماكرون منفردا يستطيع أن يعني يغير مسار الأمور، ولا يعني أي دولة أوروبية أو غربية أخرى. الولايات المتحدة تلعب دور رئيسي، وهي ما زالت الأقوى من حيث النفوذ في المنطقة وعلاقتها بكثير من دول المنطقة، منها طبعا الكيان الصهيوني ومنها بعض دول الخليج. فالكلمة الفصل فيما يتعلق بالسياسة الغربية إن صح التعبير تجاه لبنان والإقليم هي عند الأمريكان حقيقة. حاول ماكرون طبعا أن يلعب في الوقت الضائع، وأن يعني هكذا يقتطع لنفسه حصة، وأن يشغب على تركيا وعلى الرئيس أردوغان بموضوع شرق المتوسط وما شابه ذلك، لكن ما استطاع أن يحقق ما يذكر أمام انتصارات تركيا وسياستها الخارجية في أكثر من بقعة، وليس أقلها طبعا الانتصار الباهر حقيقة اللي حققته مع القوات الأذرية في أذربيجان. السؤال الأخير لحضرتك أستاذ ربيع، يعني ما هو الحل الآني والوقتي كي يخرج لبنان من هذه الأزمات المتكررة؟ يعني على سبيل المثال، يعني سعر الصرف الليرة اللبنانية أمام الدولار كان قبل عدة أشهر أو قبل سنة تقريبا، يعني كان 1500 ليرة مقابل 100 دولار واحد. الآن الدولار 8460 هكذا قرأت اليوم. كيف يمكن إصلاح الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان بعجالة لو سمحتم؟ نعم، أنا ذكرت لك أنه لا حل ولا مخرج للبنان إلا بزوال هذه الطغمة السياسية الفاسدة عن بكرة أبيها، لا مجال ولا نقاش إلا بهذا. البعض قد يقول هذا كلام يعني الحقيقة غير منطقي ولا غير واقعي، ممكن، لكن التغييرات الجذرية والعظمى في التاريخ دائما تبدأ بفكرة، تبدأ بحلم. لبنان لن يستطيع أن يخرج من الحفرة اللي حفرها هؤلاء له ولشعبه إلا بزوال هذه الطغمة، وعندنا جميع الوسائل التي تؤهلنا لذلك. يعني لبنان ما زال فيه بقية ديمقراطية إن صح التعبير، يمكن تغيير الدستور، يمكن إجراء انتخابات نزيهة، يمكن انتخاب رئيس جمهورية فعلا يمثل إرادة الشعب، كما يمكن تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة من اختصاصيين
للنهوض والعودة بلبنان إلى يعني بر السلام إن شاء الله. أنا أشكرك، منحتنا جزءا من وقتكم الكاتب والمحلل السياسي ربيع حداد، حدثنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لكم أستاذ ربيع. أستاذ عبد الرحمن، عمق الضرر الذي يعني تتسبب به إيران لم يكن يقتصر على الجانب الحربي، بل يقال إنه حتى طال ديمومة لبنان وقدرته على الاستمرار. ما دقة هذا الطرح؟ أزمة النظام السياسي اللبناني في العقود الماضية كانت مغطاة بمستوى الأداء الاقتصادي الجيد في الشارع اللبناني، على اعتبار أن كان معدل دخل الفرد اللبناني أعلى بكثير من الدول الأخرى في المنطقة، طبعا الدول غير النفطية نقصد. نعم. وبالتالي كان هناك نوع من الأداء الاقتصادي الجيد، وان كان هذا هنا هو اداء نتيجه ان لبنان اغلبهم مغتربين، وان في فتره الستينات والسبعينات كان نظام الاقتصاد اللبناني ليبرالي في محيط اشتراكي، وبالتالي سمح له بان يكون مركز تجمع راس المال. ولكن اليوم انكشفت الازمه البنيويه في النظام اللبناني، وظهر ان يعني ان هذه الازمه الاقتصاديه لا يمكن حلها من دون حل الازمه البنيويه. ما يفعله حزب الله وإيران هو أنهما لا يريدان إنهاء الأزمة البنيوية في المجتمع اللبناني وفي الدولة اللبنانية، يريدان استمرار هذا الموضوع. حزب الله الآن سيطرح فكرة المثالثة بدل المناصفة، يعني أن يكون هي نفس الفكرة نفس المبدأ نفس الآلية، بالتالي ليس هناك مشروع حقيقي لحزب الله للخروج من لبنان من أزمته البنيوية لفعلا تحول لبنان إلى دولة مقبولة وقادرة على إنتاج خطط اقتصادية واجتماعية وتنموية، وتخرج من هذه الدوامة الطائفية التي دخل فيها لبنان للأسف منذ تأسيسه، لكنها تتعزز جيلا بعد جيل. طيب. بعجالة لو سمحتم، الأستاذ ربيع طرح قال بأن الحل هو زوال هذه الطبقة الحاكمة، هل هذا حل مقبول أستاذ عبد الرحمن؟ أنا أعتقد أن الشعب اللبناني جله إن لم يكن كله يعني مؤمن بهذه الفكرة، لكن ما هي الآلية؟ إمكانيات حصول تغيير جذري بثورة مثلا شعبية هذا غير ممكن في ظل النظام العالمي الحالي، لكن يعول عليه على حصول تغيير تدريجي، وبالتالي من عناصر هذا التغيير التدريجي أن تأتي الآن حكومة مستقلين بصلاحيات تشريعية تقوم بإصلاحات تدريجية في النظام السياسي وتحاول أن تنزع سلطة السياسيين عن القضاء وعن المؤسسات، بمعنى أن تقوم بعزل نفوذهم في هذه المؤسسات، لكن تبقى المحاصصة باقية. أنا نؤمن أن التغيير يجب أن يكون تدريجيا، بمعنى على الأقل أن نحرر القضاء ونحرر المؤسسات العسكرية والأمنية من قبضة السياسيين. بعد ذلك ممكن تدريجيا أن يعمل على إصلاحات تدريجية. الإصلاح الفوري والآني برأيي أن المنظومة الدولية والإقليم الآن ربما غير مستعد للقبول بأي ثورة عارمة تنهي هذا النظام السياسي اللبناني. أنا أشكرك الكاتب الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين، شكرا جزيلا على حضوركم هنا. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.